سنسمع من حضراتكم عن رأيكم في الأداء الإعلامي امبارح اللي قال الموضوع اتحل، وعن إننا كمصريين ما عرفناش عن الحادثة غير بعد 16 ساعة تقريبا من حدوثها، بينما كان العالم كله بيتكلم عنها. معايا أول اتصال، علي من مصر. أهلا يا علي. ازيك يا أستاذنا؟ ازيك يا أستاذ علي، اتفضل. الله يسلمك. أنا أرد على حضرتك على حلقة أنت حضرتك جايبها من يومين، وجايب حضرتك سواق ميكروباص بيقول لك أنا مش لاقي جنيه أصرفه على بيتي. أنا طيب. نفسي أفهم أستاذ علي، بس أنا عايز أقول لحضرتك حاجة، اسمعني للآخر. لا ما تقوليش، ما تأمرنيش. عايز تتكلم التزم بأداب الحوار، مفيش حاجة اسمها اسمعني للآخر. أنا دلوقتي بتكلم عن قناة السويس، وقناة السويس اتكلمنا عن الحادثة امبارح. هتستدعي لي من يومين تلاتة، أعتقد إن حضرتك كده بتستدعي حاجة مش في مكانها. عندك استعداد تتكلم معانا في حلقتنا النهاردة، أهلا بحضرتك. غير كده غير كده اسمح لي، مش هضيع وقت الناس ولا وقتي. حد جه قال مش لاقي آكل، ده إحساسه بنفسه وتوصيفه لنفسه. بيتصل إزاي؟ زي ما حضرتك دلوقتي ممكن تشوف رقم واتساب على الشاشة وتبعت واحنا نتصل بيك. خدمة لا هي سر ولا هي حاجة مخبينها على الناس، خدمة بنقدمها من 4-5 سنين وبنقول للناس عليها. حضرتك عندك حاجة تانية؟ أهلا بيك، ما عندكش، متشكرين لوجودك معنا. طيب معنا مين يا معاذ؟ هو معنا لسه؟ اتفضل يا أستاذ علي. لا ما انت بتقول ان احنا مصر ما عرفتش بعد 16 ساعة، صح؟ والله ده اللي حصل يا فندم. عندك حاجة تانية؟ انت بتقول لي مصر ما عرفتش بعد 16 ساعة، القناة اللي كلها متراقبة وكلها محروسة. انا بتكلم على الاعلام يا استاذ علي. ما عرفناش بعد 16 ساعة؟ بتكلم على الاعلام يا استاذ علي، لم ينشر في الاعلام في مصر. اللي ما عرفناش بعد 16 ساعة؟ لم ينشر في الاعلام في مصر يا استاذ علي. يعني السر مثلا مش هنشوفها؟ والله اللي انت قاعد هناك على الكنال هناك بتفتح الشباك تبص على قناة السويس؟ انت اللي قاعد على القنال؟ انا جوه مصر. انا جوه مصر. ومش انا اللي قاعد. في ناس قاعده في قناه السويس وناس شغاله. عظيم. اي حاجه في القناه بتتعرف، ولا كان خربت بقى؟ انت عرفت امتى يا استاذ علي؟ ما تقول لي كده. تقول لي 16 ساعه؟ عرفت امتى يا استاذ علي؟ يا استاذ علي حضرتك عرفت امتى؟ لا ما تقوليش انا عرفت امتى، قول لي رئيس هيئه القناه السويس عرفت امتى؟ لا هو هو انت كمان عايز رئيس هيئه القناه ما يكونش عرف؟ لا يا استاذ علي انت فاهمني غلط. طبيعي ومنطقي ولازم رئيس هيئة قناة السويس يعرف في الدقيقة صفر مش الدقيقة واحد. أنا بتكلم عن التعامل الإعلامي يا أستاذ علي. أنت إزاي بتقول لي؟ أنت قلتها على القناة دلوقتي؟ مصر ما عرفتش إلا بعد 16 ساعة. الإعلام يا أستاذ علي، الإعلام يا أستاذ علي، إنما الدولة وأجهزتها لازم تعرف يا أستاذ علي عشان تتصرف، عشان ده شغلها يا فندم. أنت يهمك كل مصيبة في مصر لازم ننشرها على الهواء يعني؟ لا خلاص هنستنى لما الناس تنشرها من بره وبعدين نعرف من بره، ايه رايك؟ قفلت والناس بتشتغل فيها. تقول لي مصر، انت قلت كده بالحرف الواحد، مصر ما عرفتش مع 16 ساعه. لا والله يا استاذ علي انا بتكلم على الاعلام يا فندم، لان اكيد اجهزه الدوله عرفت لما حصلت المشكله يا فندم. والله يا استاذ انا رجائي عند حضرتك. انت حضرتك داخل متحفظ ومتحفز، عايز تكمل كده كمل، انا ما عنديش مشكله بالمناسبه. اولا ما اسمعهاش متحفظ، متحفظ مش معنى متحفظ. ما حضرتك ما سمعتش، انا قلت لك متحفظ ومتحفز، بس انت بتحب تسمع على كيفك، انت حر برضه مش فارق كتير. يا ريت يا ريت اديني فرصه اكلمك. انا كل ده مش مديك فرصه؟ ارجو ان زي ما انت زي ما حضرتك بترد عليا كل كلمه بكلمه، ما ردتش ليه على السواق اللي قال لك انا مش لاقي اكل؟ هرد عليه اقول له ايه يعني؟ هقول له مش لاقي تاكل ليه؟ في سواق ميكروباص مش قادر يجيب جنيه لبيته؟ عادي. عادي والله بيحصل. لا ما لا بقول لك ايه، هو احنا مالناش اصحاب سواقين ميكروباصات وعارفين شغالين ازاي؟ ليه يا عم وانت الناس كلها عندك لا تاكل وعايشه كويس؟ في يا استاذ علي ما يعني استحضر الواقع شويه، ما في ناس بتاكل من الزباله وفي ناس بتمات من غير عشاء. ايه يا استاذ علي مالك انت سنن علينا السن يعني ومعلي السقف قوي؟ يا عم في ناس بتاكل مش لاقيه تاكل، في ناس بتاكل من الزباله،
بالراحه على نفسك يا استاذ علي لا مؤاخذه، بالراحه على نفسك واتكلم على الناس زي ما تحب الناس تتكلم عليك. اه في ناس مش لاقيه تاكل، مفيش حاجه تدعي حد انه يطلع يقول انا مش لاقي اكل على الهوا، مفيش حاجه تدعي لكده. شكرا لحضرتك متشكرين قوي لوجودك معانا. مين معاه يا معاذ؟ اسمه سامح شكري؟ طيب سامح شكري، سامح شكري من مصر، اهلا يا سامح. سامح معايا؟ يا استاذ سامح. طيب مش معايا. المشكله ان الاستاذ علي متخيل انه هيدخل يزعق لنا مثلا واحنا بنخاف ولا حاجه، لا احنا ما بنخافش. والله ما بنخاف. ولا بنعرف نخاف. عشان بس الواضح احنا بنتكلم عن حاجه تخص الناس. فلما واحد بيقول لي يقول لك انه مش لاقي ياكل ازاي ما ردتش عليه؟ يعني ايه اقول له ايه؟ لا انت قادر تاكل ولاقي تاكل وطالع تفضح نفسك كده بالاونطه؟ ابو محمد معايا؟ ازيك يا ابو محمد اتفضل. اهلا بيك اتفضل يا ابو محمد. الو من اللي سيبك من مصر خليك في البلوه اللي انتوا فيها. البلوه احنا فيها في قناه السويس دلوقتي والله بنحاول نحلها. علشان كده الشركه صاحبه السفينه راحت تجيب شركه تانية من هولندا. يا ترى راحت تجيب شركه من هولندا ليه يا ابو محمد؟ لا خليك في البلوه اللي انت فيها. انا ما عنديش بلوه يا حبيبي، البلوه عندك دلوقتي في قناه السويس اللي واقف فيها حركه الملاحه بناء على بيان طلع من هيئه قناه السويس. دي بلوه كبيره وكارثه لازم نتضافر كلنا وجهودنا كلنا تتضافر معاها علشان نحلها، بلوتنا وبلوتك. طيب ابو محمد كان داخل ياخد لقطه للاسف ما عرفش. طيب شكرا يا ابو محمد، متشكرين جدا لوجودك اللطيف الظريف. عندنا مشكله حقيقيه في مصر، صحيح. محتاجين جهودنا كلنا تتضافر عشان نحلها، جهود كل المصريين اللي بيحبوا البلد دي. عندنا مشكله اسمها سفينه ايفر جيفن شالحه في وسط القناه بالعرض. وده هيأثر على دخلنا من الهيئه او من القناه وهيأثر على سمعتنا كممر ملاحي امن. مش بقول ده حبا ولكن لازم نصارح بعض بالحقيقه بدل ما نستنى نسمعها من بره زي الاستاذ علي اللي بيقول احنا سمعنا وعرفنا وهو احنا لازم كل حاجه بتحصل وحشه في البلد نقولها. لا ما اصل دي بلد مش حاجه بتخص حد، في حاجه اسمها شفافيه وتبادل معلومات حقوق كده كده موجوده في الدستور. يعني انا لا اسف لو كنت بضايقكم بحاجات موجوده في الدستور المصري.